السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض البيم بروتوكول الخاص بكندا، وهو تقريبا هو البريطاني لأن كندا تتبع التاج البريطاني. ده الفارس، هنا بيبدأ يعرف الكود البريطاني وبيقول إن هو متاخد من اليوكي وفي تطورات موجودة فيه، وبيشكر الناس اللي شاركت في البروتوكول دوت، وبيقول لك على الموقع بتاع البروتوكول بحيث ان انت تحمل اخر حاجة. هو الطبع، نبدأ بقى في الكود. بيكلمنا عن البيم اكستشن بلان، طبعا كلنا خلاص حفظنا البيم اكستشن بلان. بيتكلم ان لازم تكون مكتوب فيها الاهداف ومكتوب فيها العمليات ومكتوب فيها ايه اللي احنا منتظرين يخرج من تنفيذ البيم واستخدامات البيم. لازم نكون محددين، مفيش حاجه اسمها نطبق البيم، لا، في حاجه اسمها ايه اللي انت عايزه من البيم. فممكن تكون مثلا محتاج في المشروع دوت مثلا 4D او 5D او يعني حسب ما انت عايز. هو بيقول لك ان في استخدامات كتيره للبيم زي تحليل الموقع، تحليل الطاقه، تحليل الاناره، حل التعرضات، الكواليتي كنترول تشيك. كل الحاجات دي تقدر تاخدها من الموديل، فانت بتحدد ايه اللي انت محتاجه. بنحدد تبادل المعلومات من خلال ايه والمراحل، وهديك قول له دي امتى والطريقه بتاعتها. السوفت وير التطابق، يعني ممكن يكون انت شغال بسوفت وير في برانش والبرانش الاخر ما مش متقبلها، تسيبلين مش متقبلها، فلازم نكون متفقين ما نفاجئش بالمشكله ديت. الموديل هيتقسم ازاي، هتسمى ازاي، طريقه تبادل المعلومه هتبقى عامله ازاي، كوبي مونيتور هتبقى عامله ازاي، بتختلف طبعا مشروع لمشروع. فلازم نكون متفقين على طريقه الشغل. هنشتغل بقى ستاندرد التمبليت، ايا كان الستاندرد اللي شغال بيه، احنا بنتكلم على كذا ستاندرد. المهم يكون الشركه كلها او المشروع كله شغال بالستاندرد ديت، ما بقاش مثلا ممكن يكون في كذا شركه كل شركه شغاله بستاندرد، معنى كده ان احنا ما عندناش ستاندرد خالص. الديفلوبمنت هنطور الموديل ازاي، المحتويات بتاعه الموديل، الليفلات بتاعه الليفل اوف ديتيل، الكاد دروينج هتبقى مثلا من ضمن القواعد مثلا ان احنا هنحاول ان احنا نتجنب ان احنا نحط ملفات اوتوكاد جوه الريفت. يعني لو حطيتها وعشان تعرف الشغل هيبقى عامل ازاي تروح شايلها على طول. تجنب اي ملفات اوتوكاد فيها بروكسي اوبجكت. الكات فايل لازم تتعمل لها بيرج اوديت قبل ما تدخلها على الريفت. تأكد ان الاكسلفات اقل ما يمكن. تجنب الملفات الكاد مع ال SHX based font، الفونتات ديت لأن دي فونتات خاصة بالكاد، فالريفت ما يفهمهاش، ولما صدر من الريفت للكاد تعمل مشكلة. قلل استخدام الأوتوكاد وانت شغال في البيم، يعني لو اضطريت ان انت تعمل لينك اول ما تخلص شيل اللينك ده. وبعد كده بيتكلم على الشتات، المعلومات تبقى محطوطة ازاي، التواريخ، الكوردينيشن هيبقى عامل ازاي، الشيرد كوردينيشن يبقى مظبوط في الاكسبورت. وهنا بقى بيفترض مثلا المشروع اهوت، فبيقول لك لازم تحدد اللوكيشن بتاعك والترو نورث تجنب اي مشاكل، ولازم نكون كلنا متفقين على نفس الاحداثيات. ممكن يكون في ملف كاد في كل أماكن كل حاجة، فنقدر نستخدمه بعد كده نبقى نشيله بحيث إن احنا نظبط اللينكات. هنبدأ نشوف موضوع الموديل والمعلومات. هنقدر نقول مثلا كذا شخص هيشتغل في نفس الملف ويبقى فيه إمكانية نحشر على مشاريع كبيرة، فلازم يكون في تحديد للسوفت وير وتحديد والأجهزة تكون قوية والتناسق والشبكة تكون كويسة. الورك سيت طبعا دي بتتحكم في مين اللي ليه صلاحية ان هو يغير في العناصر، إدارة العناصر. وده
ودلوقتي لو احنا كنا شغالين على ملف واحد واضطرينا ان احنا نقسمه، تجنب ان انت وانت بتقسم يكون عندك معلومات مكررة او في معلومات ناقصة من هنا وناقصة من هنا، فحاول ان انت يعني تفصل بقواعد معينة بحيث ان ما يبقاش في حاجة مكررة وما يبقاش في حاجة ناقصة. هنا بنتكلم على البروجكت فولدر، هنبدأ مثلا نحط اسم السيرفر وبعد كده ريسورس، دي الحاجات اللي هي كل الناس هتستخدمها، تايتل بلوك، الستاندرد، التمبليت، الفاميليز، الكونتنت هيبقى فيها ارتكشر، ميكانيكال، استراكشر، جنرال، ماتيريال، لايبراري. طريقة التسمية في الأول مثلا اسم المشروع، وبعد كده اسم الأورجانيزيتور أو صاحب أو الشركة الأصلية، الديسيبلين، أركتكتشر، ستراكشر، إلكتريكال، الزون لو المشروع كبير، طب لو مش كبير ممكن تشيلها خالص أو تديها أي اسم، وبعد كده الليفل عشان نعرف احنا في أنهي ليفل، وبعد كده الديسكريبشن بحيث إن أنت أول ما تشوف ده رقم المشروع، ده اسم اللي عامل الموديل، الشركة اللي عاملة الموديل، بعد كده ده ام اتش، ده 14، ده الدور ال 14، ده سنترال فايل، ده تعرف ان ده مثلا ملف ريفيت، ده مثلا هتعرف ان ده ملف مايكرو ستيشن وده اسم المشروع اهوت، تمام. البيلدنج موديل الاسر اللي هو دوت، وبعد كده ده ميكانيكال، فمجرد تشوف اسم المشروع تعرف ان ده الكتريكال، ده بلامنج، ده الدور، ده زون A2، ده سنترال فايل، تقدر تفهم المشروع ده بحيث ما افتحش 10 لوح لحد ما اوصل اللوحة اللي انا عايزها، لا مجرد ان انا ابص كده من الاسم اعرف ده ايه. طريقة تسمية الفيو نيم، تمام، يعني ممكن تكتب اسم الدور مفيش اي مشكلة خالص، التكست تكتب بقى 1.8 بحيث ان انت تعرف، يعني ما تكتبش مثلا كلمة عامة، لا حاول تخصص الفونت بحيث مثلا أول ما أشوفه أبقى عارف. هنا برضو اللاين ستايل، اللاين باترن، الهاشنج، أشتغل بالديفولت، ما تجيبش حاجة الناس مش متعودة عليها. هنا بنتكلم على كواليتي كنترول، هنبدأ نشوف ايه الحاجات اللي احنا نتأكد منها ان الشغل في مشاكل ولا لا، هنعمل صيانة مثلا للموديل نتأكد ان هو مفيهوش اي مشاكل، الورك شيرد فايل، المانج ورك شيرد فايل، الامبورت اند لينكد فايل، المفروض الحاجات دي تتشال اللي هي الحاجات بتاعت الاوتوكاد، الاركايف بيتعمل في ميعاد ولا لا، الالكترونيك اكشينج بتوين كونسلتنت، هل فعلا بتبدأ ولا لا، موديل سيفنج، دي بعض العناصر اللي بيرشدك ان انت تركز عليها عشان تتأكد ان الشغل بتاعك في مشاكل ولا لا. 3D coordination، هنعمل ميتنج امتى وهنتبادل المعلومات ازاي، دي بقى هنا بيبدأ بعد كده خلص وخلص الكود، فبيبدأ البروتوكول، فبيبدأ بقى يجيب لك بعض التعريفات اللي كانت موجودة اللي هي 2D dimension، 3D dimension، 3D coordination ان احنا نحل المشاكل، ال 4D and 5D، ال 4D اللي هو اضافة بعد الزمن، ال 5D اللي هو اضافة التكلفة التقديرية، وبعد كده الـ AEC، وبعد كده Asset Information Model اللي هو بيبقى فيه المعلومات أثناء الـ Operation، التشغيل، الـ BIM Execution Plan اتكلمنا عنها، الـ BIM Protocol تعريف ايه هو الـ BIM، الـ Building Information Model Management يبقى فيه إدارة للموديل، Modeling، Building Smart دي منظمة غير هادفة للربح، تهدف انها تحط صيغ مساعدة أو طرق لتبادل المعلومات بين البرامج زي الـ IFC، يعني هي عاملة حاجة زي Open BIM أو حاجة ستاندرد كل الشركات تشتغل بيها. CIM City Information Management، ملف الكوبي ده مهم جدا عشان تبادل المعلومات، عامل زي ملف اكسل كده تقدر تتبادل المعلومات، وده خاص بالاوبريشن والتشغيل. الكلاود ده لو انت عايز تشتغل على الانترنت، ممكن يكون عندك مشكلة ان الشغل في اكتر من مكان. الفاميلي اللي هي حاجات خاصة بالريفت، يعتبر الاوبجكت او البلوك في الاوتوكاد.